الحين خلي كل هذا، احنا مصدوم من اختي قاعد تسولف. قلتك شلون صوتنا حلوه كذا. اللهم لك الحمد. معه بنات الكويت وفي لعبه الرمايه. سؤال، شلون دشيتي الرمايه؟ اختي هي كانت قبلي 2005 دخلت. أوكي. بس انا كنت مانعه هالشيء بصراحه. اوكي ليش؟ لان متعارف الرمايه لعبه شبابيه، فقلت شلون لعبه شبابيه ما يصير تروحين. اوكي فقلت تعالي جربي تعالي جربي. فعطلت ربيع كنت ثانيه جامعه، رحت جربت، يوم جربت عاد انا تولعت. زين ما يخالف، انا اذا رديت الكويت بتعلم وياكم والله من صدقي. شلون حبيت، ليش حبيت اللعبه؟ لا شوف، انا هالفتره كنت ادش اي رياضه، يعني وايد دشيت رياضات. ففجاه كنت ماشي على السادس والقى اقرا نادي صيد الفروسيه، كان ادش يمين على طول صبحا. رحت دشيت داخل، ولا كان اقول لهم ابي ارمي، كان يقول شو تبي؟ قلت لهم ابي شوزن، يقول ما في شوزن بنات. قلت لهم وروني الدور، قلت لهم لا ما ابي برا. يقول لي احنا مفكرين نبطلها، سجلي اسمك واذا بطلناها نكلمك. وصج والله شهرين كان يدقون علي عشان اروح اشترك. فاطمه الزعابي قولي لي شلون دشيت؟ انا احس يطيرك السلاح والله العظيم. شوف اول شيء الوزن ماله شغل. اوكي زين، والطول ماله شغل. أوكي. قوه الجسم يعني طول. انا ازرق؟ لا انت ان شاء الله راح تصير فنان، ان شاء الله انت راح تبدع ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. شنو انت تراب؟ شو الفرق بين التراب وسكيت؟ لا التراب يعني خدعه، ما تدري وين الطبق يطلع لك، يمين يسار سيده. اي السكيت لا، سكيت عندك سمول هاوس والهاي هاوس، سنجل دبل. ايش رايكم بالمستويات او مستوى تنظيم البطوله في الصين؟ خيال صراحة. لا خيال، من المطار ليه وصلنا هني كل شيء خيال. شلون لغتهم شفتوها؟ حلوة بس صعبة. صعبة؟ لا صعبة. أنا النيهاو وشيشي بس. أنا النيهاو وشيشي وشنو بعد؟ لازم الرامي تلعب صغيرة؟ لا عندنا من كان من 14، الحين من 15 ل 25. لا 15 16. أنا أكبر من 25 شلون؟ لا بنيتها تكون قوية. إذا بنت غير عن الريال. البنت إذا كانت بنيتها قوية من 15 16 سنة، الريال أقل من 13 سنة. هم إذا كانت بنيتها قوية ويقدر يتحمل السلاح. فهو كله على البنية الجسم. عسى الله يوفقكم وإن شاء الله أشوفكم على راتب. خلينا نصور صورة وياكم، تعالوا هذه حق الكفر.